وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك اي اس اي النرويجية لتموين السفن بالوقود الأخضر في شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، وذلك على هامش مشاركة المنطقة في فعاليات قمة المناخ كوب 28 بدبي. وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مذكرة التفاهم تستهدف إصدار رخصة لممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتك في منطقة شرق بورسعيد، شاملة الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة، حيث يصل حجم الإنتاج إلى 100,000 طن من الميثانول الأخضر سنويا بحلول عام 2027.